ثم وحصل له ري انكرنيشن في بالظبط حاجة تانية، رجع ان هو ياخد فرصة في الحياة بس فبقى برضو يساعد في الخير. بالظبط. طب تامر بقى الحقيقي بعيد عن وليد وعماد بتؤمن بالحاجات دي؟ طبعا. حصل معاك حاجة بشكل شخصي؟ حاجات 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 من وانا صغير. حاجة واحدة؟ لا، من وانا صغير على فكرة. ايه بقى؟ انا كل شيء انا بعوزه او بحلم بيه المولى عز وجل بيكتبه في وقت انا مش، انا ما كنتش عايز ابقى ممثل ولا عايز ابقى مذيع. دي جت صدفة ودي جت صدفة. لا كنت عايز ده ولا كنت عايز ولا كان في بالي. انا كنت مستعد ان انا ابقى دكتور، ابوي عنده عيادته ومهنته كطبيب وانا لازم اكمل مكانه. ارجع بعد السنين دي كلها الاقي اصحابي في المدرسه بيقول لي ما انت اشتغلت هو اللي انت عايزه. قلت لهم مين اشتغل ايه؟ قال لي ما انت كنت تقول انك عايز تبقى ممثل. قلت لهم انا ما قلتش الكلام ده. جابوا لي صور وانا بصغير بقول انا عايز ابقى ممثل. ومنتهى الصدف منتهى الصدف انا التمثيل جه عندي ان انا كنت بوصل مذيع. انا كنت شغال في قناه خاصه قبل ما اجي قبل ما تيجي المنوعات قبل ما نيجي نشتغل مع بعض لايف. اوكي. انا كنت منوعات بقى، رحت قناه خاصه بقى رجعت تاني نايل لايف. فوصل مذيع عشان يعمل كاستنج، فانا وصلته هو معهوش عربيه فانا استنيته بره. فلقيت المخرج طلع بره بيشرب سيجاره وقعد جنبي. قال لي انت جاي تعمل كاستنج؟ قلت له لا. قال لي انت بتلعب ايه؟ قلت له انا بلعب تجديف. قال لي وحد قال لك انك بتقول انك تلعب تجديف؟ قلت له لا ما اعرفش ليه. فكلم مساعدة المخرج قال لا هو ده اللي ياخد الدور وفي 20 واحد جوه بيعمل كاستنج. واو. اتاري ان الدور معمول لواحد بيلعب تجديف. يا نهار ابيض، سبحان الله. عشان كده بيقول لك حد قال لك تقول انا بعمل تجديف بلعب تجديف. كان الله. فيلم الشياطين كان انتاج الاستاذ سعاد يونس وعملت الدور وابتدى حلم التمثيل بقى يكبر. يعني ابتدى يتولد معاكي ويكبر. طبعا الناس تحجمك بقى تقول لك لا انت مذيع ما تمثلش، ممثل ما تذاعش. ليه ده؟ يعني كتير من المذيعين مثلوا. عمرو يوسف كان في روتانا طبعا، بس كان لازم حد يسيب حاجه. يعني ما بتعرفش نجم كبير ومين داليا البحيري وداليا البحيري ولا ناس كتير قوي. لازم تسيبي واحده منهم، ما ينفعش تكملي في الاثنين. وياسمين رئيس ماشي، بس بتسيبي واحده منهم. اغلبهم سابوا فعلا. انا مش عايز، مش عارف اسيب. لا وما تسيبش، مش حابب. ما تسيبش، اعمل اللي يريحك. اصل هقول لك على حاجه، يعني انت دلوقتي في وقت الفرص فيه قليله على العدد التالنت اللي موجود. فانت لما تشتغلي شغلانتين بيبقى عندك رفاهيه ان انا اخد اللي يناسبني، مش مضطر اشتغل حاجه انا مش عايز اشتغلها. صح. من مضطر ان ابقى متواجد. صح صح. فدي اللي بس عايز اقول لك على حاجه تاني. الممثلين بيبقوا مذيعين في وقت من الاوقات بيطلبوا يقدموا برامج.